اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في فقرتنا الاخباريه، ولسه مستمرين ايضا في رصدنا لدرجات الحراره. الحقيقه تابعنا مع حضراتكم خلال الحلقات اللي فاتت وحديث عن موجات وارتفاع في درجات الحراره، موجه وبعديها جت موجه ثانيه، والارتفاع الحقيقه ارتفاع كبير جدا لم تشهده مصر من قبل. لكن الحمد لله الهيئه العامه للارصاد الجويه بتطمنا واعلنت انه الموجه الحاره هيتم يعني انكسارها خلال الايام اللي جايه، وهيكون في انخفاض في درجات الحراره، الانخفاض تقريبا من درجتين لثلاثه، واحنا يعني بنتنشا على درجه، فدرجتين ثلاثه دي حاجه كويسه جدا. فللحديث اكثر عن الارصاد الجويه ودرجات الحراره بيسعدنا ويشرفنا ان تنضم الينا عبر الهاتف الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. هل فعلا هيكون في انخفاض في درجات الحراره خلال الايام المقبله؟ بالفعل، يمكن احنا بدانا الانخفاض ده كمان من امس، لكن هي انخفاضات طفيفه في قيم درجات الحراره، لان احنا ذروه الموجه شديده الحراره كانت معانا يوم الخميس الماضي، وسجلنا فيها عظمى على القاهره الكبرى 40 درجه مئويه خلال فتره النهار في الظل. بالامس بدات قيم درجات الحراره تنخفض، والانخفاض ده مكمل معانا كمان لحد يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. هتعود قيم درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه او الثلثيه المعتاده للوقت ده من السنه، واللي فيها العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 35 الى 36 درجه مئويه فتره يعني من يوم الثلاث اللي جاي كده الدنيا هتبقى تمام الحمد لله. في موضوع الجو مش هيكون فيها ارتفاعات كبيره في قيم درجات الحراره، احنا بنقول هنبقى المعدلات الصيفيه، احنا في فصل الصيف طبعا عارفين ان نسب الرطوبه لسه مكمله معانا ومرتفعه في الجو، عشان كده احنا بنقول الانخفاض ده انخفاض طفيف. لكن على كل حال هنحس ان قيم درجات الحراره اقل من الاسبوع الماضي واقل من الارتفاعات اللي احنا شفناها الاسبوع الماضي ده في معظم المحافظات اللي موجوده في الجمهوريه. هيظل احساسي بالطقس خلال فتره النهار ان هو طقس شديد الحراره رطب، لكن اقل حراره من الايام الماضيه في معظم المحافظات الداخليه، سواء حنا الشماليه بتكون هي الاقل في قيم درجات الحراره طبعا واجواءها حاره رطبه فتره النهار. هنحس كمان فترات الليل باعتدال الاجواء بشكل كبير، لان احنا الايام الماضيه كان احساسنا بوجود نسب رطوبه كان مرتفع بشكل كبير، هنحس بنسب رطوبه اقل رغم ان نسب رطوبه موجوده معانا في الجو، لان هيكون في نشاط للرياح يقلل احساسي بنسب الرطوبه، فبالتالي هحس باعتدال اجواء وبعض نسمات الهواء اللطيفه كده، وخاصه في الاماكن المفتوحه او المدن الجديده. طيب دكتوره برحب بحضرتك من جديد، وعايز اسال حضرتك الفتره اللي فاتت شفنا كان في بعض الاضطرابات في الملاحه وشفنا بعض الشواطئ كانت مقفوله، يا ترى الموضوع ده هيستمر ولا خلاص في تحسن؟ بالفعل يمكن احنا اصدرنا تحذير للبحر المتوسط يعني من امس، تم اغلاق بعض الشواطئ في محافظه مطروح. اليوم لسه مكمل معانا ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط ككل، مكمل معانا لبكره الحد، وان شاء الله تدريجي مع يوم الاثنين تبدا تقل سرعات الرياح على البحر المتوسط، وهيعود تاني مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. يعني مطروح بس ولا مطروح واسكندريه كمان يا دكتوره؟ لا احنا عندنا في بعض الشواطئ تم اغلاقها في محافظه مطروح، لكن احنا بنقول ارتفاع الامواج في شواطئ البحر المتوسط ككل من مطروح للعلمين للاسكندريه بورسعيد رفع العريش. اغلاق الشواطئ ده بيبقى بالتنسيق مع يعني حمايه الشواطئ، الشاطئ اللي بيلاقوا فيه لازم يقفلوا الشط بيقفلوه، لكن احنا بنقول ان ارتفاع الموج على كافه شواطئ البحر المتوسط تحديدا النهارده السبت، ونكمل معانا كمان لبكره الحد ان شاء الله، لكن البحر الاحمر هيكون معتدل ومؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. وناكد ان في لسه شبوره مائيه بتقلل الرؤيه الافقيه في فتره الصباح الباكر، لازم نخلي بالنا منها على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي مش بتاثر على حركه المرور وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. فرص الامطار ايضا لسه مكمله معانا في المحافظات الموجوده في اقصى جنوب البلاد، بنلاقيها في بعض المدن زي حلايب، شلاتين، مناطق من ابو سمبل، هي اليوم امطار خفيفه وممكن تكون رعديه احيانا، وقد صاحبها كمان بعض الرياح اللي تؤدي لاثاره الرمال والاتربه، لكن ده كله في اقصى جنوب البلاد. الامطار مكمله معانا كمان على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله.
هنأكد بس على كل السادة المشاهدين، مهم جدا تجنب نزول البحر أثناء فترة الاضطراب وخاصة البحر المتوسط، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة عشان ما تخليناش نحس بقيم درجات حرارة أعلى. تمام يا دكتور. دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة، ويا رب يعني الأمور تتحسن في الأمور الجوية، لأنه الجو بيترتب عليه مايكل حاجات كتير جدا، يعني صحيح. بيبقى ليه كمان عوامل نفسية، كل واحد بيروح الشغل الصبح كده لو الجو حر بيبقى مخنوق ومتضايق، لكن صحيح. لو الجو كويس أكيد الموضوع بيبقى مختلف. وبنقول كمان يا أندر ربنا يكون في عون الناس اللي بتبقى شغالة في منطقة فيها شمس، رجال المرور طبعا. والناس اللي بتشتغل في الجو الصعب ده، وإن شاء الله الأمور تكون في أفضل حال ودرجة الحرارة تكون يعني كويسة.